بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، أخواني الكرام، أقدم لكم موقع للربح من العملات الإلكترونية، العملات الرقمية. هنا في هذا الموقع هنا مجموعة من العملات توجد هنا، عملات كثيرة يعتمد عليها هذا الموقع، وهي كالتالي: انظروا هنا في الجانب، توكوين، جميع العملات هنا موجودة في منصة التداول. هذا الموقع إذا كنت ترغب في جمع البيتكوين وجمع التوكوين بطريقة سهلة وبسيطة جدا، سنعتمد على التسجيل أولا، ويعتمد هذا الموقع على الريفلر، التسجيل عبر الريفلر وتربح 10% حتى 15% على حسب الريفلر، وتربح على أرباح الأشخاص المتجزلين عن طريق الريفلر الخاص بك. هنا بداية التسجيل، هنا تكتب اليوزر نيم، هنا الإيميل الخاص بك، وهنا المتباص وإعادة كتابة المتباص وكود الكابتشا وسينك سينك. تسجيل سهل جدا، تذهب إلى الجيميل لتفعيل الحساب، نقوم بالدخول إلى الموقع. الموقع جد سهل جدا، هنا طريقة الربح من هذا الموقع. سنعتمد في هذا الشرح على داتا انتري، ونعتمد على انفيت فريند، هذه الخاصية لا تعمل في الدول العربية لان المشاهدات في الدول العربية تكون ضعيفة جدا. هنا إن كنت في أمريكا أو الدول الأوروبية، هنا أرباح جميلة جدا. هنا انستال أبس وغيرها من طرق الربح من هذا الموقع. أنا أعتمد على التوكوين، إذا أدخل على داتا أنتري، هذه الخاصية سهلة جدا، تدخل إلى ستار، ووافق نيكست، وهنا سكيب كيستيون. هنا يعطيك رمز الكابتشا،
كتبت الكود الخاص بكود كابتشا. هنا هي الأرباح، هنا عدد المحاولات، وهنا عدد المحاولات الصحيحة، وهنا تربح عدد النقاط. تربح عدد النقاط، نعمل next. عند كتابة الكود كابتشا نعمل test next. نتابع هنا كذلك. عندما يكون الكتابة الكود كابتشا صحيح، سيزداد هنا عدد المحاولات. سيزداد هنا عدد المحاولات. صحيح. نجمع النقاط من هذا الموقع وتتحول إلى دوك حوالي 24 ساعة. يعطيك الموقع العدد الذي حصلت عليه. هنا 200 نقطة تساوي 200 بيبي تساوي 1 بوان، يعني 200 بيبي تساوي 5.31 دوك. وأنت تعمل، أنا قمت بهذه العملية منذ 15 دقيقة وحصلت على 420 بيبي، يعني حصلت 420 على حسب الخاصية. 200 بيبي تعطي 5.31 دولار دوك، يعني الآن لدي 420 بيبي، يعني 10 دوك، مدتها 15 أو أقل، 15 مينيت أو أقل، 15 دقيقة أو أقل، أقل من ذلك. وهنا نذهب إلى، إذا أردت تعمل على الإحالة ودعوة الأصدقاء لتسجيل في رابطك الخاص، تقوم بتحديد العملة التي تعمل عليها. مثلا أنا الدوكوين، وهنا خيارات، تختار العملة التي تعمل عليها وتعمل نسخ لهذا الرابط، تنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك أو تويتر، أو على قناتك على اليوتيوب، وتربح على الأشخاص الذين تدعوهم إلى هذا الموقع والتسجيل على رابطك الخاص، وتربح عليهم 10% على كل دخل وكل عملية عملوها في هذا الموقع، وكل الأرباح التي يربحونها في هذا الموقع تربح أنت 10% على كل تحويلة يعملها الشخص الذي تسجل على رابطك. وهنا الريديم دوك، هنا السحابات، تكتب عدد السحبة، وهنا الأدريس دوك كوين، وهنا عدد السحب، وستتوصل على السحب في مدة ما بين 3 أيام إلى 7 أيام. وهنا سأوضح لكم
1973 دوك 16 نوفمبر هنا 10 نوفمبر 343 قصيدة 36 دوك هنا 106 نهار 7 نوفمبر وغيرها من السحر. هنا إثبات السحر ما بين 7 أيام وثلاث أيام لأن هناك فرق بينهم على حسب الضغط على الموقع. هنا ما بين 5 نوفمبر و 7 نوفمبر يعني يومان يومان أو 3 أيام ما بين 3 أيام و 7 أيام والسحب تصل في وقتها. وشكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موفقين إن شاء الله.